طيب ازيكم شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله في اخر الفيديو ده هنقدر ان احنا نعمل ابلكيشن زي ده. بس المحتوى الاساسي من الفيديو مش ان احنا نعمل الابلكيشن او ان احنا نعمل البرنامج، هنتكلم عن حاجه مهمه قوي في مسيرتك البرمجيه وهي الام في سي. طيب اول حاجه، الام في سي ده مش عباره عن كود بنكتبه، مش عباره عن مثلا لغه معينه ولا اي حاجه، هي عباره عن ايه؟ عن باترن. ايه بقى الكلمه دي؟ تعالى مديك مثال الاول بعيد عن البرمجه عشان تفهم يعني ايه باترن. زمان واحنا صغيرين كنا بنسمع عن حاجه اسمها لغه الكوره. ايه ده؟ الكوره ليها لغه؟ لها لغه. طب دلوقتي الاهلي بيلعب مع مثلا مع بايرن ميونخ، والحكم اللي بيحكم بينهم عباره مثلا عن حكم فرنسي، فالاهلي بيتكلم عربي، بايرن ميونخ بيتكلم الماني والحكم فرنسي. العقل بيقول ان الاهلي مش هيفهم بايرن ميونخ، وهما الاثنين مش هيفهموا الحكم، وطبيعي الحكم مش هيفهمه. بس الحقيقه ان هما الثلاثه بيفهموا بعض جوه الملعب. طب ازاي؟ من خلال رموز واشارات معينه. يعني دلوقتي في واحد من لعيبه الاهلي جوه المنطقه بتاعه بايرن ميونخ، حكم صفر شاور ناحيه البايرن، فخلاص بلنتي. عكس كده لا، خلاص ما فيهاش حاجه. ايه اللي حصل؟ في نمط هنا. في ايه؟ في نمط هنا. النمط ده احنا بنسميه برمجيا اركتكتشر باترن، بنسميه برمجيا اركتكتشر باترن. من اسمه كده باترن، يعني نمط، يعني شكل بيمشي عليه لعيبه الاهلي، بيمشي عليه لعيبه الباير. اتحاد الكره حطه علشان كل المنتخبات وكل الانديه تبدا انها تفهم بعض. تعالى نتكلم بقى شكل برمجي شويه. دلوقتي دي الشركه بتاعتي مثلا فيها 4 موظفين، مثلا احمد ومحمد سيد وعلي. لو كل واحد بيمشي بالطريقه الخاصه بيه من الاربعه، احنا الاربعه مش هنفهم بعض، احنا الاربعه مش هنعرف نعمل مشروع كامل سوا. فقال لك خلاص يا عم احنا نعمل طريقه خاصه بينا لينا احنا الاربعه. حلو قوي. دلوقتي احنا عملنا بروجكت، والبروجكت ده احنا مش هنديه لعميل، لا احنا هنديه لشركه. الشركه دي ممكن انها تعدل فيه، ممكن انها تبيعه، ممكن انها تتصرف فيه باي طريقه. بس الشركه ديت هي كمان عملت لنفسهم طريقه خاصه بيهم. خلاص الشركه الثانيه ديت مستحيل انها تفهم الشركه الاولى، وطبيعي الشركه الاولى مش هتفهم الشركه الثانيه. فقال لك لا، احنا برضو هنعمل زي اتحاد الكره وهنعمل طريقه موحده. الطريقه ديت اسمها اركتكتشر باترن، نمط بنمشي عليه كلنا، كل الشركات بتمشي عليه وكل المبرمجين بيمشي عليه من الانماط ديت، وهي الام في سي. طيب لو انت شفت الفيديو بتاع الاي بي اي، فدلوقتي ده ولد مثلا خلص الشغل بتاعه ومحتاج ان هو يشرب قهوه، فقدامه طريقه من الثلاثه. اول واحده انه يروح القهوه المفضله بتاعته اللي هو بفرح. لو فرح يعمل لي قهوه ساده؟ لا يا باشا، انت روح المطبخ اعمل قهوه بنفسك. طيب الطريقه الثانيه ان انا اروح كافيه محترم، مش عارف بفرح لو سمعت الكلمه دي ممكن يعمل ايه. المهم ان انا اروح كافيه محترم، عاوز قهوه ساده، فيجي واحد يروح المطبخ يقول للي في المطبخ اعمل قهوه ساده، يجيب القهوه الساده ويحطها قدامي يقدمها لي. تمام. الطريقه الثالثه بقى ان في مكنه في الشارع بتعمل قهوه، ابدا ان انا ايه اخد منها القهوه بتاعتي. المكنه ديت ماشي، انا بقول لها ايه اعملي قهوه، بس هي مش عارفه القهوه دي رايحه لمين. فلو جينا بصينا هنا عند فرح، انا اللي بكنترول كل حاجه. انا بقول له والنبي عاوز حاجه، بيقول لي لا روح انت اعملها. فببدا مثلا اخد الطلب بتاعي اللي هو القهوه، بروح على المطبخ ابدا ان انا اعمل قهوه، اجيب القهوه احطها قدام الترابيزه بتاعتي واشربها. انا اللي بكنترول لكل حاجه. بس في الكافيه المحترم مش ده اللي بيحصل. انا بقول لواحد اعمل لي قهوه، بيروح المطبخ بتاع المطبخ يبدا ان هو ايه يعمل لي القهوه بتاعتي، يديها لنفس الراجل تاني ويرجع ان هو يحطها لي على الترابيزه بتاعتي. فبيعمل ايه الراجل ده؟ بيبريزنت، بيقدم لي القهوه. المثال الثالث بقى هنا بايندنج، يعني انا ايه بديها لاي حد مش عارف اصلا انا بديها لمين. تعالى بقى نشوفها في مرحلتين. دلوقتي لو هفترض ان انا موديل كموديل 3 دي مثلا موجود في فيو. تمام. المكان بتاعي هو فيو، انا بكنترول لكل حاجه في الفيو دي. تمام. ده الباترن الاولاني يعني اسمه ام في سي. لو انا خدنا الحرف الام من موديل وحرف الفي من فيو وحرف السي من كنترول، فبتبقى ايه؟ ام في سي. التاني بقى اللي هو الكافيه المحترم، انا كموديل في فيو حد بيبريزنت الداتا ديت ليا او حد بيقدم لي القهوه، فبعمل هنا ام في بي. لو انا خدت الام من موديل والفي من فيو والبي من بريزنت، فام في بي. التالتة بقى اللي هي المكنة اللي بتكون موجودة في الشارع، البانك دي احنا ممكن نسميها مثلا فيو موديل، فانا موديل فانا موجود في فيو موديل، فاسمها ام في في ام. تعال نتكلم بقى عن الام في سي، الموديل فيو كنترول. دلوقتي انا معايا فيو، معايا كنترولر، معايا موديل، معايا داتابيز. الفيو بتاعي اللي هو الحاجة اللي موجودة في السكرين بتاعتي، هفترض انها ممكن تبقى كارد، ممكن تبقى ليست، تبدا انها تبعت ريكوست للكنترولر. انا عاوز اظهر في الكارد دي صوره معينه من مثلا من موقع اخبار، استخدم نيوز اي بي اي، من اي حته، ممكن من موقع نستخدمه هنا بتاع ميك اب. فببدا ان انا ابعت ريكوست للكنترولر ده، المود اللي فيو يبدا ان هو يبعت ريكوست للكنترولر ده، كنترولر يبدا ان هو ياخد الريكوست ده ويهندله ويبعته للموديل.
الموديل بيدخل جوه الداتابيز ياخد منه ايه؟ ياخد منه الداتا اللي انا عاوزها. فالداتابيز بيرد عليا بريسبونس، الموديل بيبدا ان هو ياخد الريسبونس ده ويهندله يبعته للكنترولر، والكنترولر يبدا ان هو يهندل برضو الريسبونس ده ويبعته للفيو ويظهر على الفيو. مثال تاني، ادي السكرين بتاعتي، السكرين دي فيها فيو، الفيو بيبدا ان هو يبعت ريكوست للكنترولر، تمام؟ الريكوست ده بيروح للموديل، الموديل بياخده من الداتابيز، داتابيز بيرد هنا على الكنترولر طبعا بعد ما الموديل بيهندله، والكنترولر بيبدا ان هو يبعت ريسبونس للفيو فبيظهر في السكرين بتاعتك. طيب ده المشروع بتاعي، انا شلت بس الكلاس لتحت وما اديتلوش اي هوم. في حاجه برضو انا نسيت اقولها، في انر لاير كده او انر باكج ممكن ان انا احطها جوه الموديل اسمها سيرفيس، ممكن ان انا احطها بره، تمام؟ فانا عملت هنا ايه؟ سيرفيس. ايه اللي انا محتاجه؟ انا محتاج منك الباكج بتاع الكنترولر، محتاج منك الباكج بتاع الموديل، محتاج منك الباكج بتاع السيرفيس او اللي انا ممكن احطه جوه الموديل، ومحتاج منك الباكج بتاع الفيو ام في سي. السيرفيس دي برضو ممكن ان انا ايه امشي فيها على باتر معين، مثلا زي الضو او الريبو، الريبوزيتوري يعني، تمام. المهم انا ممكن اجي هنا على البابس بيك دوت يام ان انا هستخدم باكج معين. اول حاجه الباكج دي هتبقى فلاتر ستاجرد جريد فيو، تمام، ومحتاج الاتش تي بي ومحتاج الجيت. حلو قوي. نتكلم عن ايه في الاول؟ تعالى نتكلم عن الفيو علشان الموضوع يبقى ايه واضح قدامك اكتر. الفيو مفروض ان هو بيبعت ريكوست لمين؟ للكنترولر، تمام. فاحنا ممكن نعمل هنا هوم بيج، اي حاجه هوم بيج. هعمل هنا كلاس هيرس من مين؟ هيرس من ستيتلس عشان انا مش هغير فيه، هسميه مثلا هوم بيج وهشيل السطر ده، انا مش هكون محتاجه من حاجه. وهاجي هنا وهعمل امبورت للماتيريال دوت دارت. حلو قوي. انا هريترن كونتينر؟ لا طبعا، انا بس اخدتها كوبي فهحطها بيست على طول عشان يختصر الوقت. انا هنا عملت ريتيرن للسكافولد، تعال نشوف السكافولد ده بياخد منك ايه. بدايه هو باخد منك اب بار، تمام. هو بص اليو اي سهل جدا، الاب بار ده فيه تايتل، التايتل ده انا هحطه في النص، تايتل سبيسنج هنا 60، مديله كلر معين، اليفيشن، ومديله ايه هايت معين. الليدنج اللي هو المفروض يبقى الايكون على ناحيه الشمال، واكشن المفروض ان هو الايكون على ناحيه اليمين. كده الاب بار خلص، تمام. تعال نشوف البادي. البادي عباره عن كولم، الكولم ده فيه تشيلدرن، والتشيلدرن ده عباره عن رو انا محوطه بادنج. حلو. في تكست معين، وفي اتنين هنا ايكون، يعني يو اي زي ما قلت لك سهل جدا. تعالى كده نرن المشروع ونشوف لو في مشاكل ولا لا. حلو قوي. الايرور اللي ظهر ده بسبب ايه؟ ان انا ممكن اجي هنا على المين، انا ما حددتش اصلا الهوم، فانا ممكن انزل كده واقول له ان الهوم هنا هيبقى بالنسبه لي ايه؟ هيبقى الهوم بيج. فبكتب هنا هوم بيج، بحط الاكواس كنترول اس كده. طب المفروض ان انا عملت هوت ريستارت فالابلكيشن اشتغل، تمام. انا ممكن ان انا اجي تاني هنا على الهوم بيج، تمام. انا دلوقتي الكولوم بتاعي هقفل هنا لبارة، انا مش محتاجه في حاجه. الكولوم بتاعي واخد هنا رو، تمام، يعني التشيلدرن بتاعه في هنا بادنج، بس انا محتاج ان انا اديله حاجه تانية خلاص غير البادنج دي. هديله ايه؟ هديله الويدجت اللي احنا عملنا لها امبورت او اللي احنا جبناها، اسمها ستاجرد جريد فيو دوت كاونت بيلدر، تمام. انا خلاص بقى مش هحتاج دي دلوقتي، فانا ممكن ان انا اكبر الشاشه عشان تشوفك. اول حاجه عدد الاعمده اللي انا عاوزها تكون موجوده في الابلكيشن، ثلاث اعمده كده في نص الابلكيشن، تمام. الايتم بيلدر هنتكلم عليها كمان شويه، تمام. الاستاجرد تايل بيلدر انا ممكن بس ان انا اشيل القرف ده، تمام. عايز اعمل هنا بقى انونيمس فانكشن، تمام. فانا ممكن ان انا اقول هنا فيت استاجرد تايل دوت فيت، فالكروس اكسس خليها واحد، تمام. انا بس محتاج ان انا ادي هنا بارامتر فرضا اسمه اندكس، خلاص هتلاقي الايرور ده راح معاك. الايتم بيلدر بقى، الايتم بيلدر ده انا ممكن بس ايه ادي له انونيمس فانكشن هو كمان. طيب هدي له هنا اتنين بارامتر، الاولاني هيبقى اسمه كونتكست فرضا، والتاني هيبقى اسمه اندكس، تمام. تعالى بقى وقول لي انا هريترن هنا حاجه معينه، طبعا الحاجه دي انا هشيلها تاني بعدين. هفترض انها هتبقى كونتينر، فالكونتينر دي طبعا بعدها هحط السيمي كولون عشان انا بريترن. انا ممكن بس ان انا انزل دي ليها طول وعرض، فانا ممكن ان انا اقول هنا ان الويتس بتاعها هيبقى 100 100 في 100 بقى، والهايت هيبقى 100، تمام. محتاج ان انا اديها كلر معين، الكلر ده انا ممكن ان انا اقول ان هو هيبقى جرين مثلا، تمام. انا ممكن ان انا اطلع فوق عدد كده، خلاص انا عملت مربعات، تمام، موجوده في الصفحه بتاعتي.
ماشي، ممكن ان انا اعمل هوت ريلود للابليكيشن كده. طيب ما اشتغلش، تعال نشوف كده في ايه، في هنا ايرور. يعني انا ممكن ان انا اجي على دي واعمل لها مثلا راب بي اكسباندد اكسباندد، تمام، واعمل كده كنترول اس تاني. دي الابليكيشن المفروض خلاص ان المربع ده ظهر، فانا ممكن ان انا اجي واقفل ديت. اول حاجه انا ممكن نجي هنا واقول مثلا ان الايتم كاونت عدد مثلا الحاجات اللي انا عاوزها انها تظهر فرضا 1000 كده. كده انا هشيل الكلام ده كله تاني. ماشي، محتاج ان انا اعمل سبيس ما بين المربعات ككروس 16. هعمل هنا كده كنترول اس، اوريك بس شكل الابلكيشن انا بعمل ازاي. تمام، ده ككروس. طب كمين اكسس مثلا انا ممكن برضو ان انا اخليها كمان 16، كنترول اس، تعالى كده موريك شكل الابلكيشن. خلاص بقى هو المفروض يظهر بالشكل ده، مربعات يعني تقريبا تقريبا نفس الشكل الاولاني اللي انت شفته. ده اللي فيو، اللي فيو ده بيبدا ان هو يبعت ريكويست لمين؟ للكنترولر. تعال روح الكنترولر على طول. طب دلوقتي انا في الكنترولر، اللي فيو بتاعي بعت ريكويست لمين؟ للكنترولر. تعال نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. هو هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن كلاس عادي، كلاس ممكن ان انا اسميه باي اسم. هفترض ان هو اسمه مثلا برودكت كنترولر مثلا، تمام. عاوزه ان هو يكستن من مين؟ من جيت اكس، علشان اقدر ان انا بس ايه ستيت مانج وبتاع جيت اكس كنترولر. حلو قوي، احط هنا الاقواس او البلوكات بتاعت الكلاس. دلوقتي انا عايز اعمل اتنين فاريبل، الاولاني از لودنج. ليه؟ اقول لك ليه. لما انت بتيجي تفتح الابلكيشن بيكون في كام ثانيه، كام ثانيه الداتا بتاعتي لسه ما جاتش، ففي الكام ثانيه دول الابلكيشن بتاعي بيظهر لي مثلا شاشه بيضاء، بيظهر لي زي ما بيقولوا كده وايت بلانك. فلا انا مش عاوزها تظهر، عايز اي ويدجت تلهي مثلا اليوزر عبال ما انا اجيب الداتا بتاعتي. فبقول هنا مثلا از لودنج، قيمتها هتبقى ايه؟ قيمتها هتبقى ترو دوت او بي اس، تمام. واحط هنا السيمي كولون. عايز اعلن عن متغير تاني، هفترض ان هو اسمه ايه؟ البرودكت ليست، ودي الليسته بتاعت البرودكت بتاعي. برودكت ليست، وخلي ال كابيتال عشان ايه؟ كامل كيس وبتاع. هت ايكوال ايه دي؟ هت ايكوال ليست. طب ليست من مين؟ ليست من الموديل بتاعك. يعني انا ممكن ان انا اجي هنا واقول مثلا موديل مثلا، تمام، حط هنا اقواس الموديل دوت او بي اس. حلو قوي. فدلوقتي انا ناقصني مين؟ ناقصني الموديل بتاعي. فانت ممكن تيجي هنا على اللينك ده، هكون سايبه لك في هنا جيسون فايل، بتيجي ترميه هنا في الموقع ده اللي هو اب كويك تايب دوت اي او. المفروض ان هو بياخد منك الجيسون فايل، بتحطه هنا. ما تنساش بس ان انت تعمل النيم برودكت، تمام، وبتختار هنا اللغه بتاعتك هتبقى دارت، يعني طبعا في لغات كتير، كنترول سي، وبتيجي هنا على الموديل بتاعك. بص الموديل تقريبا من اسهل الخطوات، فبتيجي هنا بتعمل كنترول في. الانر باكج او السيرفيس هي اللي ممكن تاخد مننا ايه شويه وقت، تمام. انا كده خلصت البرودكت، فباجي تاني هنا على الكنترولر وبقول له هنا ايه؟ بقول له هنا البرودكت، تمام. البرودكت جاي من مين؟ جاي من موديل، خلي بالك جاي من موديل اهو. طب حلو قوي. دلوقتي محتاج ان انا اعمل اوفر رايد لميثود، اوفر رايد لميثود اللي اسمها اون انت، تمام. حلو، محتاج برضو ان انا اعمل ميثود تانية ما بترجعليش اي حاجة، بس انا بس هصغر void. الميثود ديت انا ممكن اسميها باي اسم، تمام. حط لي اقواس الميثود دي هتبقى سينك مثلا، واحط لي البلوكات بتاعت الميثود دي. طيب دلوقتي عاوز ان انا العب على الاز لودنج دي، لو هو فعلا لسه بيلف معنى كان ان هو لسه بيجيب الداتا. فخلاص انا هبدا ان انا استنى، لو الداتا رجعت لي ما بتساويش نال ببدا ان انا اظهرها. طب لو بتساوي نال خلاص ابدا ان انا استنى لما الداتا تيجي لي. فدي انا بعملها ازاي؟ ببدا ان انا اعمل تراي وفاينلي، تمام، وبحط هنا ايه البلوكات بتاعت فاين. طيب تعالى هنا وقول لي اول حاجه انا ممكن اعملها ايه. اقول له لو الايز لودنج، احنا قلنا هنلعب على الايز لودنج، لو الايز لودنج افتح كده الاقواس، لو هي مثلا بتروح حط لي هنا السيمي كولون، يعني معنى كده ان هو مستني مني داتا. فببدا ان انا هنا اعلن عن متغير، المتغير ده مثلا ممكن ان انا اسميه برودكت، تمام، يعني المنتجات اللي هي هتجيلي خلاص. طيب ده انا قلت لك ان انا هعمل ايه؟ قلت لك ان انا هستنى. حلو قوي. انا هستنى مين؟ انا هستنى السيرفيس يرد عليا. احنا قلنا ان الحاجه بتطلع من الفيو بتروح للكنترولر، الكنترولر يبدا ان هو يبعتها للموديل. الموديل مين اللي بيبدا ان هو يلعب في الحاجات دي؟ السيرفيس. فانا هستنى السيرفيس، تمام. فمعنى كده ان انا ممكن اجي هنا على السيرفيس واعمل او اعمل فايل واعمل جواه كلاس. طب الكلاس ده انا ممكن ان انا اسميه مثلا اي حاجه، يعني مثلا ريموت، ريموت
سيرفيس مثلا اي حاجه تمام، واحط هنا البلوكات بتاعت الكلوز ده. اول حاجه انا محتاج ان انا اعلن هنا على متغير ستاتيك، هفترض ان هيبقى فار كلاينت تمام. حلو قوي، انا عايز بس ان انا اطلع فوق كده وامبورت للمكتبه بتاعت الاتش تي بي، فباجي هنا وبقول امبورت اتش تي بي اتش تي بي دوت دوت از اي از اتش تي تي بي. حلو، هنا هت ايكوال ايه؟ هنا هت ايكوال اتش تي بي دوت اي دوت كلاينت، بحط هنا ايه السيمي كولون عادي خالص. دلوقتي محتاج برضو ستاتيك، الستاتيك دي هتبقى فيوتشر تمام. هاخد هنا ليست من مين؟ ليست من الموديل، فبقول هنا برودكت تمام، اهي جايه من الموديل، بس هتلاقي في ايرور، فمثلا محتاج ان انا بره هنا انا ممكن ان انا اشيل دي، هعمل هنا ليست. حلو، هسميها ايه؟ ممكن ان انا اسميها عادي فيتش برودكت، ادي فيتش برودكت، وبعد كده بحط الاقواس وبحط البلوكات بتاعتي. حلو قوي. دلوقتي في مشكله عندي هنا في البرودكت، انا ممكن اجي عليها كده وانادي عليها تمام امبورت. حلو، دلوقتي اسمها ايه؟ فيتش برودكت، جايه من مين؟ جايه من الريموت سيرفيس، فانا ممكن ان انا اروح هنا على الكنترولر، دي الريموت سيرفيس دوت اسم الميثود اللي موجوده فيه، اسمها ايه؟ اسمها فيتش ايه؟ انا ممكن برده كنترول وتاب كده، فيتش برودكت كنترول وتاب تاني عشان بس ما نتلخبطش فيها، دوت او بي اس تمام كده. يعتبر انا خلصت السطر ده، ممكن اروح على السيرفيس واكمل شغلي. فبعلن هنا على متغير اسمه ايه؟ اسمه فرضا مثلا ريسبونس تمام. المتغير ده هيبقى اويت تمام، هيجي من مين؟ من الكلاينت دوت جيت. حلو قوي، لو انت كنت سمعت الحصه بتاعت الاي بي اي، فانا مش هقدر ان انا احط الاي بي اي كده، مثلا هخليها يو ار اي دوت ايه دوت بارس تمام. هنا بقى المفروض احط اللينك بتاع الاي بي اي. حلو قوي، بعد كده محتاج ان انا اعلن عن المتغير. المتغير ده مثلا ممكن ان انا اسميه جيسون ايه؟ جيسون سترينج. المتغير ده هياخد الريسبونس تمام دوت بادي. حلو قوي، دلوقتي بقى انا محتاج ان انا اتشيك، انا قلت لك لو الريسبونس بتاعي جه تمام جاب 200 اوكي، فانا ممكن اقول له ان الريسبونس ده دوت ستاتس كود بتاعه از ايكوال تو 200، حط لي بره كده البلوكات تمام. هنا بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ هنا ان انت المفروض تروح للبرودكت او الموديل بتاعك تمام، افتحه كده، اطلع فوق، في هنا برودكت فروم جيسون، كنترول تاب كده، قول للبرودكت جيسون بتاعك المفروض ان هو ياخد منك ايه؟ ياخد منك جيسون سترينج تمام. حط لي بره السيمي كولون خلاص. طب لو ما كانش كده، لو ما كانش مديني مثلا 200 اوكي، ابدا ان انت تريترن ليا نل، واحط لي هنا السيمي كولون كده. احنا خلصنا من السيرفيس تعالى، وخلصنا من الموديل، لسه احنا ما خلصناش من الكنترولر. فانا ممكن ان انا اجي هنا خلاص، يعني انا ممكن بس ان انا امسح دي، ادي الريموت سيرفيس هقف عليها تمام خلاص، اقول لك ان انا هجيبها تمام دوت فيتش برودكت دوت او بي اس. خلاص كده احنا المفروض تقريبا خلصنا. محتاج هنا بقى ان انا اتشيك، هتشيك على ايه؟ لو البرودكتس بتاعي الحاجه اللي هي جايه لي لو هي مش ايكوال تو نال، ازنت ايكوال تو نال، فالبرودكت ليست بالفاليو بتاعتها انا هديها للبرودكت في النهايه. فاينلي الاز لودنج، ادي الاز لودنج، افتح اكواس واقول له انها فولس، واحط بره هنا السيمي كولون. طب المفروض دلوقتي ان انا عملت الاي بي اي، ادي اكسباندد، يعني انا جبت هنا او بي اكس وعملتها راب اكسباندد تمام. تعالى نقرا اللي فيها. قلت لك اول حاجه لو اللي هو لسه بيلودنج خلاص، وانا مش عارف ان انا لسه ما جبتش الداتا، فظهر لي ويدجت معين، قلت لك ان هو بيبدا ايه يلف في نص الشاشه، سيركلر بروجريس انديكيتور. لو ما كانش كده فظهر لي الجريد فيو بتاعي تمام. زمان او قبل كده كنت انا بدي له ايتم كاونت، كنت مدي له 1000، قال لك لا انت ممكن تديني 1000 والداتا اللي جايه لي 100، فلا البرودكت كنترولر دوت برودكت ليست دوت لينس العدد بتاعه. ماشي، برده غيرت هنا في الكروس اكسس سبيسنج. بريترني بقى ايه؟ بريترني ويدجت تانية اسمها برودكت تايل، ممكن ان انا افتحها. الريتنج الحاجات يعني انت ممكن انك تقراها، كنترول تاب كده وارجع لها تاني. تعالى بقى نشرح ايه اللي حصل. دلوقتي ده الفيو بتاعي، المفروض ان الفيو ده طلب ليست، يعني راح طلب داتا، الداتا ديت او طلب ريكويست راح لمين؟ راح للكنترولر. فممكن ان انا اروح هنا للكنترولر، الكنترولر هنا قال لك يا باشا انا عاوز من الريموت سيرفيس اللي هو الكلاس، عايز منه ميثود اسمها فيتش برودكت، فانا ممكن ان انا افتحها. قال لك انت بتبعت هنا ريكويست من الكنترولر ده يروح للموديل، والموديل يبعته للداتابيز. انا معايا هنا الاي بي اي، ولو هو 200 اوكي بتاع، بس اللي هو ايه دلوقتي في ريكويست مفروض ان هو بيروح، مفروض ان في ريكويست بيروح من الكنترولر يروح للسيرفيس، ومن خلال السيرفيس يروح للموديل بتاعي.
طيب الموديل بيجيب الداتا من الداتا بيز، يبدا ان هو يبعت ريسبونس. الريسبونس ده بيروح لمين؟ بيروح للسيرفيس، يبدا ان هو يهندله. قال لك لو هو 200 اوكي فخلاص ابدا ان انا ابعته، لو هو مش كده بريترن نال. يروح لمين تاني؟ يروح للكنترولر. خلاص لو هو مش نال فبعت لي الحاجات دي، لو هو نال فاينالي فولس. دلوقتي في ريسبونس راح من الداتا بيز راح للموديل، من الموديل راح للسيرفيس، من السيرفيس راح للكنترولر، من الكنترولر سمع هنا في الهوم بيج. الهوم بيج قال لك انا عايز حاجه من البرودكت تايل، عايز ان انا اظبط وبتاع، يرجع تاني خلاص ابدا ان انا اوريك ايه شكل الابلكيشن. وادي شكل الابلكيشن تقريبا يعني مطابق 100% من الشكل اللي انا وريته لكم في الاول. في هنا داتا، ممكن ان انا اعمل لاف للداتا ديت، في هنا صوره، في هنا تايتل، في ريتنج، وفي السعر اللي هو الابراز عادي. ده كان شرح لي الام في سي، مش شرح ازاي ان انا ممكن اعمل برنامج. ممكن بس في البدايه ان انا اعمل هنا هوت ريستارت، اوريك السيركولر بروجرس انديكيتور. فده هو السيركولر بروجرس انديكيتور، لسه هو دلوقتي بيجيب الداتا. فخلاص اول ما الداتا تيجي الويدجت دي بتروح ويبدا ان هو يظهر لك ليست من الداتا. الليست دي بتظهر في شكل ايه؟ ستاجرد جريد فيو، وتبدا الداتا انها تظهر عندك بالشكل ده. طبعا طبعا على حسب سرعه النت عندك فتظهر اسرع. اتمنى اكون افدتك بحاجه. ده كان شرح الام في سي. ممكن برضو لو حبيتوا ان انا انزل لكم شرح للام في بي، ممكن للام في في ام، واشوفك في فيديو جديد.